خلي جوبا يحكي. عملي لما فملي صحيتك انا كيف كيف وزرت شب. ما يهمنيش فيك ما يهمنيش ارجع مش تقسم شكون هنا شكون هنا التكنولوجيا نعطيها المكي زروق مكي زروق هذا يوتيوبر معروف عايش البرة ومور انترنت عنده فهمت مع التكنولوجيا 200 ميجا ابلود 300 ميجا فهمت داونلود عرفتوا العجيمه ولا كفايت مكي زروق عنده ديولا بلوب وعنده قسم ليسنينغ وعنده قسم ليمينوف مكي زروق معروف على الاخر ما يهمكش انت ما نعرفكش وما يهمكش وكأنا كوزير انت ماكش ميخو الانترنت خص فلك وبخو في الراديو قال لك يجي عاود هالي بالرضع انت عاود هالي قوي في الصوت هنا شكون هنا التكنولوجيا نعطيها المكي زروق مكي زروق هذا يوتيوبر معروف عايش البرة ومور انترنت عنده فهمت مع التكنولوجيا 200 ميجا ابلود 300 ميجا فهمت داونلود لا 1 جيجا داونلود 300 ابلود ما يسالش كوب اولا البيسيات بتاع الاي سي الكل مش لوحوهم وجيبوا بيسيات مخير ذا اول حاجه ثاني حاجه طالب الدوله بزوز لا شويه زوز 5 مليار دوات 5 مليار دوات هذوما باش يمشيو بهم فيبر اوكي ما يهمنيش ان خيوط النحاس لازمها تتنحى خيوط النحاس خويا خليها لدرمه ماتك عام 80 فهمتني كي تهز التليفون تقول الو خيوط النحاس تتنحى بتاتا فهمتني نحي على الزحي خيوط النحاس نحي لي خويا خيوط النحاس الجمله من الكره الارضيه نحيوها ما احبش نشوف خيوط النحاس نحب نشوف كان فيبر اوكي ثاني حاجه باش نتدخل شويه فهمتني في الديوانه سامحوني نعرف اللي ماهيش اما باش نقدم معناتها مطلب اللي لقطها يعني كي يجيبوهم لبرا من غير ما تزيدوا فيهم التريبل نتاع صوبهم فهمت مثال زيد بورسنتاج زيد 20% زيد 10% خاطر كي تزيد 10 والا 20% يولي المواطن ما يخافش انه يشري حاجه من برا خير من يتكلف له الدوبل والا التريبل فهمتني هكا كي خويا ربح 20% واكثر مواطنين يشاركوا اكثر مواطنين يشريوا ثالث حاجه بيبال لازم يتسيب خويا البيبال مثالاش خليو لعبات تشري من برا خليو اما خير الا عندك واحد خويا حل حانوت جاليري سيت يبعث ولد خالو في فرنسا يهبط حاجه خويا يكلفها بلاي 5 يكلفها خويا العبد ب 6 ملايين ولا ايفون يكلفه له ب 6 ملايين خليهم يشريو من برا مثالاش هو خلص ديوانه الديوانه تولي تتعامل ديريكت مع المواطن يا خويا 20% ولا 10% نتاعك والسلام عليكم سكر فمك من فوق شكون واضحين خويا اما باش نسيبو البيبال اما لازم فما حد معين باش منفوتوهوش على خاطر نعرفوها بخويا ذوما الكل تيوليو يقضيو من الامازون وحتى حد ما يقضيلك من المجازان فهمتني هكاك الاقتصاد متاعنا يعمل شرباف هكايا فهمت لازمنا فهمت نعملو حد معين الفريلانس سيبو دينامو الاير بي ام بي سيبو دينامو البيتكوين قسمو ريت عبد يقول لي البيتكوين ممنوع راني بيتكوين يعيش خويا هو المستقبل البيتكوين هو المستقبل العالم توا ولا على الانترنت ما عادش كي باش تبعث فلوس انت لواحد امريكاني من غير ما تمشي فهمتني للبنك تهز دينار تبدلو دولار باش تنجم تبعث والا واحد امريكاني يعمل في نفس الموضوع البيتكوين الهدف نتاعو هو عمله موحده على العالم الكل اللي هي باش تصير قبل هذيا كانت اورو ودرهم ودرشني على خاطرنا كنا محصورين في الحدود بتاعنا وكنا فهمتني لازمك طياره باش تمشي تقابل شكون توا عنا الانترنت توا السلام عليكم واحد من تونس يبعث لي دونيشن ليا انا عمله موحده خويا باش تولي في العالم الكل هذيك وهي المستقبل لازم نستثمروا فيها ما دام فهمتني صحيح عنده 10 سنين قد عند البيتكوين عنده قريب 15 سنه من اللي بدا مازال ما ولاش هو العمله الموحده باش يولي اذكى العبيات اذكى البزنس مان الموجودين كلهم منفستين في البيتكوين على خاطر علاش ما كنتش اذكى منهم مادام زلنا في يومنا الطريق استعرفوا بالبيتكوين يهديكم باه شنو اخر الانترنت كذا ثالث حاجه نعرف اللي ماهيش في الوحده بتاعي اما باش نحاول نكلموا الشركات بتاع الجيمنج يوبي سوفت اكتيفيجن اي اي سبورتس اي شركه تخيلها في مخك نكلموهم السلام عليكم احنا دوله باش نقدموا بالجيمينغ ببعضنا تحبوا تعملوا تورنوا في تونس تاخذ الصاله بلاش من عندي انا هكاك يوليو يتشجعوا ما يخلصوش برشا تاكسي يقول لك الصاله عندنا بلاش هكاك يوليو حتى واحد مروكي
فهمتني، واحد سينيغالي مانيش عارف يحبوا يلعبوا ولا يحبوا يتفرجوا يجيوا لتونس. ما يصيرش خويا تاخو الفيزا بتاعك وكذا نجيبوا اكثر عباد، نجيبوا الشباب هذاك اخويا فهمتني، من كما يعملوا في المانيا. المانيا جيمز كوم هكاك اخويا 500,000 عبد يدخل جيمز كوم، تعرفش معناتها 500,000 عبد يعيش خويا 500,000 عبد فهمتني، هذوكم كلهم توريست، هذوكم كلهم خويا ياكلوا غاديك يشربوا غاديك يطلعوا في الاقتصاد وكذا. تفهم خير من المركل انت؟ تفهم خير من المركل خويا. دي في المولية تاع الجيمنج اللي يصيروا في تونس، وحتى التاكس نقص لهم في التاكس، ما يصيرش خليهم يجيو يستثمروا خويا لهنا. ثالث حاجة شركات باش تجي تستثمر وكذا خويا، السيديات تبيعهم لي ارخاص لهنا يرحم والديك. احنا المعيشة متاعنا عبد خويا الشهر يخرج في 600,000 ما ينجمش يشري لولده سي دي ب 200 دينار اوكي خويا، ب 60 دولار جو بيعها ب 60 دينار ماكش خاص حتى شيء انت سي دي وعندك العالم الكل غاديك وانا باش نرخص لك في التاكس. ما تحكيش معايا، ما تحكيش معايا يعايش خويا الغالي، ما تحكيش مع الزحي. بلي خويا شادين لافريك امور جيمنج والله الكل في الزبر، الكل في الزبر. ما قلتش حاجه مش معقوله لتو. فما سيديات تاع بي سي يا اخي بتبيعها، فما سيديات تاع بي سي يا تنجم تولي تنجم حتى تشري كي يتحسب تونسي هكاك نتحطوا احنا في الخريطه اللي فما عباد قاعده تشري لهنا. الدرون، الدرون ما نجمش تسيبها ديزولي فهمتني، خاطر للاسف الشديد التوا عندنا ارهاب. وكان باش نسيبوا الدرون نأكد لكم فما واحد مكحوت وإلا زوز مكحيت في تونس باش يبدا يطير في الدرون يجس على جارته سميرة فهمتني. الدرون باش تبقى برخصة، أما باش تتسيب الرخصة باش معناها باش تتسيب للعباد بالرسمي تستحق، مش لازمك تلفزة ولا لازمك تستحق باش تصور موضوع فهمتني تتسيب. أما الدرون تو ما تنجمش تسيبها، تو امبوسيبل تسيبها. سيرتو تخيل إرهابي يتجسس على وحدة تاع جيش وإلا فاز، ماهيش أهمية الدرون، الأهمية هي انترنت باهية هكاك يوليو عنا برشة توينسا يخدموا بار انترنت مع شركات من برا ودخلوا الدوفيز ستريمرات زادا كيف كيف يدخلوا لك الدوفيز. انترنت باهية برشة عباد تولي تنجم تقرا من الديار كما شفتوا في الكورونا، معناتها قسمتوهم زوز جروبات وهلكتوا لهم اشتر البروغرام لازم تقرا حسابك الحاجات كيما هكا. الرابع حاجة الانترنت الباهية، الحياة خير صدقني، الحياة خير برشة حياه مثالش خويا. اصرف من عشق قديه بعديك رجعهم بشوي بشوي خاطر باش يرجعوا الفلوس. وهنا عابد عنده انترنت فيبر فهمتني، واش باش يجي يقول لك اه والله ما عجبتني اش قص عليا خويا فهمتني. البيتكوين يطلع الاقتصاد على الاخر على الاخر على الاخر. البي بال باش تخسر فيه شويه امور لكن ما يشريش ب 6 ملايين، اما زاد باش تربح فيه كوتي ديوانه واكثر عباد باش تولي هكاك تشري فهمتني. وحاجه اخرى فهمتني، البيتكوين يطلع الاقتصاد على الاخر على الاخر على الاخر. البي بال باش تخسر فيه شويه امور لكن ما يشريش ب 6 ملايين، اما زاد باش تربح فيه كوتي ديوانه واكثر عباد باش تولي هكاك تشري فهمتني. وحاجه الاخرى يا خويا اللي باش نخرج من منصبي هذا ونقوله نمشي فهمت الوزير هذاك اللي نتعامل معاه المول المول رئيس هذيك الرئيس ابو دن هذيك نقولها سايبي الزطلة هنا على الزبور أمك، سايبي الزطلة سايبي الزبابلة سايبي أهم السبي للكوري ذر أكثر ميك أمك ميك بدماغ. سايبي الزطلة سليانة أزرعوها لكل ماريوانا أوكي، أزرع سليانة ماريوانا وليو فهمتي كان تيجروا في الماريوانا وكذا بدي أقسمه باللي عجموك بيهي والله عجموك بيهي. تولي ما تشدوا تولي ما تشدوا شابهم تلعوا في الاقتصاد بتاعنا خطر تقسم بتاعنا يديك في الرأس على اللعبة فهمت، تقسم تاعنا عالمي على اللعب. انتم في بالكم خويا نحكيكم موضوع، نحكيكم موضوع في بالكم مش بيه، في بالكم فما عباد قاعده تزرع وقاعده تبيع في الماريوانا ليغالمون في تونس وقاعده تروج فيها لبرا ويعملوا فيها بالدويات. في بالكم بالحكايه هذه، اما الرخصه نتاعها فهمتي ما تاخوها كما تتقطع ولازمك معارف وتحط برشا فلوس. في بالكم بالموضوع هذا، ناكد لكم ما فما حد في باله به الموضوع هذا. كلش يلا هما العباد اللي تتبع تتبع يب للدويات يستعملوا فيهم وكذا. سايب سايب المربوط وكهو خوي، هذا البروغرام تاعي تحلت مشاكل تونس. اللي عنده مشكله خوي امور تكنولوجيا كلمني، اي شكون عنده مشكله امور تكنولوجيا شني شني اللي مقلقكم في التكنولوجيا اعتنى كونيكسيون سي بو نتفليكس بشوي عندك باي بال تحلت الحكايه
نحب كونيكسيون بلاش لي هكاك حب على روحك هكاك اخوي حب على روحك. قلت لك انا اللي سيت فيهم فيبر, داركم فيها فيبر, القهوه نتاع حومتكم فيها فيبر, قلت لك تونس كلها تولي بكوفريا فيبر, فهمتني؟ وانت تحكي لي تحب على الانترنت بلاش, على تحب نصرف فلوس الدوله عليك انا, حتى انت تحبني انا نصرف عليك انت فلوس الدوله ونبقى نكك. امازون قلت لك كارت انترناسيونال عندك حد معين تنجم تقفي, خليتك مشكلتك كارت. اي ميسيرش بلاش ما لايف ريت تونس كامله اخويا باش تاخذ الانترنت كان انت بركه, لا انت برك الوطنيه زاده عندها ماتريال 4K تولي 4K الوطنيه اخويا. تجي نتفرج انا في الدربي خاطر ما نتفرج كيف في الدربي, تجي نتفرج في الدربي مليون المكشخه احمر وصل نشوفه اورانجيه مولا بياس اخويا مولا بياس. الوطنيه 4K وطنيه خاطر الناس كل مش تولي عندها فيبر دوك تنجم تتفرج 4K. وريت خويا فزتك الديوانه هذيك وكل شيء, راني قريت لكم حسابكم فهمت كيف فزت الديوانه هذيك تشري بالبر. تخيل انت تنجم تشري ايكرون 4K ب 600 يورو اوكي نعرف غاليه تجيب تحسبها مليون و800 وكذا, برا امشي اشريها من كارفور 8 ملايين 9 ملايين 10 ملايين فهمت. ادي كل شيء كل شيء يترقل خويا كل شيء يترقل. والوطني اسمع ذي باش تعجبكم برشا خويا الريونو ماهيش خير منه. الريونو قناه كيما وطنيه لهنا فهمتني عندها اطراح الشامبيونز ليغ تلعب الانتر والا الميلان والا اليوفي. صحيح مش لطرح الشامبيونز ليغ الكل كان نتاع تلين, اما يصير تلعب مثلا المكشخه والا الكلوب بول الكلوب تلعب الشامبيونز ليغ تبدا تلعب المكشخه الشامبيونز ليغ تتعدى في الوطنيه خويا ونجيبوا معلق باهي. المعلق هذاك ما نحبوش, جيبوا معلق تاع كره بالراس هذاك باهي 4K وطنيه تتفرج في طرح المكشخه الشامبيونز ليغ بلاش من غير ما يلزوك خويا من غير ما يلزوك ما تكسرليش راسي. سيرفر افريك دو نور هذيك شنيك اخي كي مش يجيو لعبيات فهمت تنفستي في البتاعة معناتها اللي قلت لك نجيب شركات ينفستيو في تونس نورمال باش يعملوا لك سيرفر غادي هذي مش تبعتني انا الحكايه بالنسبه للشركات. اما هاي علاش الشركات ما تنجمش تعمل تو سيرفر في نورث افريكا ولاش يعملوا مثلا في مصر ولا في حاجه كي خاطر عندهم مبيعات مقيدين اللي هما جاوا من تونس فهمت. ليه كوبا ليه بالرياضه عايش خويا كوبا معلق كوبا وزير الرياضه برو البي بال ما يدخلوهوش كوز البنوك ما يساعدهمش. ارى كيف الشيت ما يهمنيش البنوك حاجه قديمه حاجه قديمه البنوك. تعرفوا شنو هي الكونسيبت نتاع البنوك يدي في بالكم من عهد الصحابه اي جا نخبي لك فلوسك صاحبي وبعديك نرجعهم لك سي بون طورنا طورنا بنوك توا خويا تحل على الانترنت شوف شيفر قدام عينيك كي ما عادش تمشي للبنك وتسال هوي